عموما محمد نجيب هو اللي محتاج التحية، لعيب مخلص، لعيب الحقيقة منتمي، منضبط، هادي جدا، كل ما بيستعان به في ظرف طارئ هو حاضر عند الطلب ويشارك بمنتهى الجدية والإخلاص. ثم لما الجهاز الفني يشوف رؤيته أنه لاعب آخر هيشارك أساسي، لا بيتمرد، لا بيتذمر، لا بيعمل مشكلة، ولا بيأثر حتى ده على مستوى تركيزه. فباستمرار بتستدعيه بتلاقيه جاهز. فأعتقد هذا نموذج للاعب جاد محترف محترم يستحق التحية، ويستحق أن احنا نقول له ألف سلام عليك بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة. طبعا هيغيب فترة مش قصيرة. لا خلاص، على ما يتأهل بتاع إنسان حد يعني، مش أقل من 3-4 أشهر عشان يرجع في الملعب يعني. نتمنى له يا رب إن شاء الله سرعة الشفاء.